لغتي وأفخر إذ بليت بحبها، فهي الجمال وفصلها التبيان. عربية لا شك أن بيانها متبسم في ثغره القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أبنائي الطلبة في الصف الرابع؟ هيا معا إلى درس جديد بلغتنا العربية. سبحان من علم الإنسان ما لم يعلم، سبحان الله الخالق. سننتقل اليوم إلى العلم والتكنولوجيا في الوحدة 12 من كتاب القراءة. هيا معا لنكتشف عنوان الدرس لهذا اليوم: الطاقة الشمسية. نعم أبنائي، سنتحدث اليوم في درسنا القراءة الجديد عن الطاقة الشمسية واستخدامها وكيفية الاستفادة منها. الجميع يحضر كتاب القراءة لنبدأ القراءة. هيا الجميع يتابع معي أبنائي المقطع الأول. أفاد الإنسان من حرارة الشمس منذ نشأته على الأرض، فكان يستخدمها في إنضاج الخبز واللحم وتجفيف الخضروات والفواكه واستسخين الماء وغير ذلك. واهتم العلماء العرب قديما بهذا المجال اهتماما كبيرا، إذ استخدموا العدسات في تجميع الضوء وتركيزه ثم تسليطه على شيء قابل للاشتعال فتشتعل فيه النار. المقطع الأول أبناء التلاميذ كما هو واضح لديكم يتكلم أو يتحدث عن حرارة الشمس والاستفادة منها في العصر القديم، فكان يستخدمها الإنسان في إنضاج الخبز، في تجفيف الخضروات، في تسخين الماء، وكان هذا الأمر جل اهتمام العلماء العرب قديما، إذ استفادوا من هذا من حرارة الشمس واستخدموها في حياتهم اليومية. إذن الفكرة الرئيسية للمقطع الأول كما هو واضح لديكم كيفية استخدام الإنسان حرارة الشمس في العصر القديم. هيا معا لنتابع قراءة المقطع الثاني من درسنا القراءة. أما في العصر الحديث فقد استغل الإنسان الطاقة المتولدة من الشمس استغلالا علميا رائعا، فاستخدمها في توليد الكهرباء وتحلية المياه وإنارة الشوارع وتشغيل الأقمار الصناعية، كما استخدمها أيضاً في تدفئة المنازل وتسخين المياه بواسطة السخانات الشمسية، ومؤخراً تم تصنيع سيارات تسير على الطاقة الشمسية. المقطع الثاني يتحدث عن استخدام الطاقة الشمسية في العصر الحديث. في العصر الحديث فقد استغلها الإنسان في هذا العصر استغلالا علميا رائعا، استخدمها في توليد الكهرباء، استخدمها في تحلية المياه أي تنقية المياه الشرب الموزعة إلى المنازل أبنائي، استخدمها في إنارة الشوارع، استخدمها في تشغيل الأقمار الصناعية، استخدمها أيضا في تدفئة المنازل، استخدمها في تسخين المياه، تسخين المياه بواسطة السخانات الشمسية، سنتحدث عنها لاحقا. السخانات الشمسية موجودة في أغلب المنازل، ومؤخرا تم تصنيع سيارات أيضا تسير على الطاقة الشمسية. إذن المقطع الثاني في أي عصر يتحدث كما تلاحظون؟ يتحدث عن كيفية استغلال الطاقة الشمسية في العصر الحديث. ننتقل إلى المقطع الثالث. وللطاقة الشمسية أهمية عظيمة في الاقتصاد العالمي وفي الحفاظ على البيئة، وذلك باستخدام السخانات الشمسية في معظم دول العالم، وتتكون من ألواح وصفائح سود وأنابيب مفرغة تمتص طاقة الشمس الحرارية، وقد وضعت هذه الألواح بشكل مائل لامتصاص أكبر قدر ممكن من أشعة الشمس، ثم تتوجه الحرارة المجمعة فيها إلى خزانات مائية متصلة بأنابيب المنزل. المقطع الثالث أبنائي يتحدث عن السخان الشمسي ومكوناته، أي الفكرة الرئيسية التي تدور حول هذا المقطع هي مكونات السخان الشمسي. كما تلاحظون في الصورة الألواح موضوعة بشكل مائل، هذه المفرغة يوجد فيها أنابيب، وهنا خزان الماء كما تلاحظون الأنابيب تمتص حرارة الشمس
المجمعة وتساعد تسخين المياه، وهنا الخزان يسخن المياه، ثم تكون متصلة بأنابيب، هذه الأنابيب موجهة إلى المنزل، أي تسخن المياه وتوزعها إلى المنزل. المقطع الرابع من درسنا، نتابع القراءة. وللطاقة الشمسية أهمية عظيمة في الحفاظ على البيئة باستخدام هذه السخانات الشمسية، حيث يستعاض بها عن غاز والكهرباء، فتوفر المال وتؤمن المياه الساخنة على مدار اليوم. إن السخان الشمسي وقود بلا دخان ونار بلا اشتعال، فتؤمن بها على أنفسنا وعلى أولادنا وبيوتنا من الاحتراق. المقطع الثالث يتحدث عن أهمية الطاقة الشمسية، لها أهمية في الحفاظ على البيئة باستخدام السخانات الشمسية، حيث نستعيض بها عن الغاز وعن الكهرباء، أيضا لها أهمية في توفير المال، وأيضا تؤمن لنا المياه الساخنة على مدار اليوم، وأيضا هي عبارة عن وقود بلا دخان ونار بلا اشتعال، فنؤمن بها على أنفسنا وعلى أولادنا. إذن الفكرة المقطعية أو الفكرة الرئيسية للمقطع الرابع تتحدث عن أهمية الطاقة الشمسية. بهذا المقطع أبنائي الطلبة نكون قد أنهينا درس القراءة لهذا اليوم، الطاقة الشمسية. هيا نجيب عن بعض الأسئلة المتنوعة من درسنا. السؤال الأول، أضع عنوان مناسب للنص. نحن تعلمنا أو تعرفنا على عنوان الدرس وهو الطاقة الشمسية، هيا معا جميعا نفكر في عنوان جديد للطاقة الشمسية. نعم، أهمية الطاقة الشمسية، هذا عنوان جميل ومناسب. السؤال الثاني، اختار الإجابة الصحيحة. النص السابق ينتمي إلى قصة، مقالة علمية، مقالة أدبية. برأيكم أبنائي، هل النص تحدث عن قصة؟ هل تحدث عن مقالة علمية أم مقالة أدبية؟ هيا نتعرف على الإجابة، مقالة علمية. نعم، نص القراءة السابق كان عبارة عن مقالة علمية. السؤال الثالث، أذكر بعض الفوائد للطاقة الشمسية. عددنا فوائد كثيرة للطاقة الشمسية من خلال درس القراءة، هيا نستذكر بعضا منها. الحفاظ على البيئة وتوليد الكهرباء. السؤال الرابع، لو كان لديك بيت هل تستخدم السخانات الشمسية ولماذا؟ هيا أبنائي، الجميع يفكر في هذا السؤال، لو كان لديك بيت هل تستخدم السخانات الشمسية ولماذا برأيكم؟ نعم، أستخدم السخانات الشمسية لأنها وقود بلا دخان ونار بلا اشتعال، فنؤمن بها على أنفسنا وعلى أولادنا وبيوتنا من الاحتراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستودعكم الله بحفظه ورعايته.